هل من المحتمل دكتور يعني أن تشهد ربما العلاقات الاقتصادية بين العراق وأمريكا، خاصة نتحدث بعد فوز ترامب، تشهد تغيير بعد الانتخابات بما يخص أو بما يتعلق أيضا باستيراد الغاز من إيران؟ هو رجل اقتصادي طبعا، وهذه طبعا قانونية. نعم. فالرجل وأيضا عنده خبرة ميدانية وخبرة رئاسية، هو ثاني رئيس يفوز بفارق يسموه مو متواتر، انما بعد يعني هو كان 45 الان صار 47، ولذلك عنده رؤيه اقتصاديه كبيره الحقيقه. نعم. اكبر من بايدن على الرقم، بايدن عنده خبره برلمانيه، لكنه سيجري علاقات كبيره مع قطر، مع العراق، مع روسيا، يعني عنده تشنج محدود مع الصين، لكن مع روسيا وترينا روسيا مهمه جدا ايضا ان على صعيد وكذلك الصين. فبصعيد بشكل عام يخدمنا اقتصاديا، نحن نحتاج اقتصاد ولا نحتاج حروبا بالحقيقة، فهو أفضل لنا. نعم. من بايدن ومن هاريس.